من هو هابي شوبان الفائز ببطولة مستر أولمبيا؟ ما هي ديانة هادي شوبان، مسلم أم مسيحي؟ ترتيب بطولة مستر أولمبيا لعام 2022 أسئلة شائعة. من هو هادي شوبان الفائز ببطولة مستر أولمبيا، حيث انتشر الاسم العملاق الإيراني هادي شوبان بشكل لافت في الساعة الأخيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وذلك بعد أن تمكن من الحصول على لقب مستر أولمبيا للوزن المفتوح للعام الحالي 2022. ومن خلال موقع محتويات سنتعرف على من هو هادي شوبان الفائز ببطولة مستر أولمبيا. هادي شوبان هو لاعب كمال أجسام يحمل الجنسية الإيرانية، بالإضافة إلى أنه من مواليد منطقة أبنوا في مقاطعة سبيدان بمحافظة فارس الإيرانية في 26 من شهر سبتمبر عام 1987 ميلادي. كما تمكن الذئب الفارسي من الحصول على المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا للوزن المفتوح وتجريد البطل المصري ممدوح سبيعي من لقبه. ومن الجدير بالذكر بأن شوبان حصل على مكافأة قدرها 400,000 دولار أمريكي، وهو أول إيراني يحصد اللقب في تاريخ البطولة. هادي شوبان السيرة الذاتية. يعتبر الإيراني هادي شوبان واحد من أفضل لاعبي كمال الأجسام في العالم بالوقت الحالي، والذي يملك خامة عضلية مميزة. وفيما يلي أبرز المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية: الاسم هادي شوبان، الجنسية إيراني، العمر 35 عاما، مكان الميلاد منطقة أبنوا في مقاطعة سبيدان بمحافظة فارس الإيرانية، تاريخ الميلاد 26 من شهر سبتمبر عام 1987، الوزن 100 كيلوغرام، مكان الإقامة منطقة شيراز في إيران، المهنة لاعب كمال أجسام، الديانة مسلم. ترتيب بطولة مستر أولمبيا لعام 2022. تعتبر بطولة مستر أولمبيا هي البطولة الأهم في عالم كمال الأجسام، والتي يشارك فيها أفضل اللاعبين في العالم. وفيما يلي ترتيب اللاعبين في البطولة للعام الحالي: المركز الأول هادي شوبان وقيمة الجائزة 400,000 دولار أمريكي، المركز الثاني ديريك لونسفورد وقيمة الجائزة 150,000 دولار أمريكي، المركز الثالث نيك ووكر وقيمة الجائزة 45,000 دولار أمريكي، المركز الرابع براندون كيري وقيمة الجائزة 45,000 دولار أمريكي، المركز الخامس ممدوح الإسباعي وقيمة الجائزة 40,000 دولار أمريكي. ما هي ديانة هادي شوبان، مسلم أم مسيحي؟ إن هادي شوبان يعد واحدة من أبرز الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة في عالم رياضة كمال الأجسام على المستوى العالمي. إن ديانة لاعب كمال الأجسام هادي شوبان هي الديانة الإسلامية، حيث صرح اللاعب هادي شوبان من خلال حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتنق الدين الإسلامي، وأكد على أن أي خبر ينتشر عنه بخصوص دينه يعد شائعة. كما بين بأنه ممتن للدين الإسلامي وجميع ما يتعلمه من أداب وقيم أخلاقية من خلاله. إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن من هو هادي شوبان الفائز ببطولة مستر أولمبيا، والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن محترف كمال الأجسام هادي شوبان، بالإضافة لأبرز المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.